طيب ارجع بسرعه واطير الى المغرب وارحب بزميلي العزيز والناقد الرياضي المتميز، وهو ليس بصحفي فقط ولكنه كما يطلق عليه في المغرب شاعر رياضي، الناقد الرياضي الاستاذ منعم بالمقدم. برحب بيك ويا رب تكون كل الامور طيبه. شكرا لك زميلي واخي العزيز محمد سعيد ولكل طاقم قناه الاهلي الكرام، اخجلتني بالفعل، حب وتقدير متبادل، هي مشاعر طيبه نبادلكم اياها هنا بالمغرب، وخاصه لك ولكل الافراد الساهرون هناك داخل قناتكم الرائعه والمميزه قناه الاهلي. دائما وابدا النادي الاهلي بيبقى حريص جدا على العلاقات الاخويه والعلاقات الطيبه مع كل الاشقاء في الوطن العربي وتحديدا كمان المملكه المغربيه، لينا بالتاكيد علاقات متميزه مع الاعلام ومع الجمهور، فسعداء دايما بالتواصل معاكم. وعايزك بقى تطمني على اخر الترتيبات والاستعدادات والمعلومات الوارده من معسكر الوداد هنا في القاهره بالنسبه لكم بالتاكيد كاعلام مغربي. بداية بين معقفتين كي لا تفوتني الفرصة، أتوجه بالشكر لكم، هذا أكيد لأنه من صميم الاعتراف والاعتراف بالمهنية الكبيرة جدا التي كانت لقناة الأهلي ولشخصكم الكريم زميلي محمد سعيد في التعاطي مع مباراتين من عيار ثقيل نصف نهائي كأس أبطال إفريقيا بكل المهنية والحيادية وأيضا بالجوانب الموضوعية والاحترام المكفول لنا كمغاربة ولكم كمصريين. شكرا لكم مرة أخرى، وهذا ليس بغريب على كفاءة الإخوان المشتغلون داخل قناة الأهلي. بالنسبة للإعداد والتحضير الوارد علينا، الأصداء الواردة من معسكر نادي الوداد، وقد كان الاتصال قبل لحظات مع بعض اللاعبين وكذلك مع رئيس النادي، جو من التفاؤل، جو من الحماس، وأيضا تخلص من كل إرهاصات الضغط. الضغط يقولون هناك كله على أكتاف لاعبي الأهلي لأنهم أنجزوا نصف المهمة. أيضا الإعلام عندكم في مصر يقولون أن الأهلي وضع قدما في النهائي، لاعبو الوداد خسروا معركة ولم يخسروا جولة كاملة في هذه الحرب، لذلك هم مؤهبون لتقديم مباراة كبيرة. إن لم يكن التأهل فعلى الأقل الصورة يجب أن تكون مغايرة زميلي محمد لما كانت في مباراة الدار البيضاء، لم تكن تليق لا بنادي الوداد ولا بتطلعات أنصار الوداد. هذا هو الجانب السائد. قبل لحظات بعد تناول وجبة الغداء هناك كان إجماع على تقديم مباراة كبيرة بكل المقاييس، أيا كانت النتيجة المهم أن يكون الظهور ظهورا مشرفا لفريق الوداد ولعبه. طيب بعثة الوداد موجودة في مصر وقائمة الفريق اللي اختارها المدير الفني للوداد ده 18 لاعب، يعني الخيارات الفنية بالنسبة له محددة وواضحة سواء في التشكيلة الأساسية أو الاحتياطية، هل هناك مفاجآت؟ هل هناك غيابات؟ حسب ما علمت ومن خلال تواجدي في معسكر الوداد قبل 48 ساعة، أشرف داري طبعا غير مقيد فمش موجود، صلاح الدين سعيدي لم يحضر مع الفريق هنا في القاهرة.